او منطق يقول ان بتاع التحريات ما يعرفش حاجه عن المعتقدين. قال لها امال انت هتعمل تحريات عن مين يا ابني؟ عن مين التحريات دي هتعملها؟ كده جاي من القاهره عشان تعمل تحريات عن ناس ما تعرفش اسمها ايه؟ جاي يتحقق في واقع تفكير كنيسه القديسين وما تشوفش الكشف بتاع المعتقلين؟ ما تشوفش الناس دي سيره اللي جاب ابوها ايه؟ بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ خليه نايمه ولا خليه قايمه؟ دورها ايه؟ عملت ايه؟ اشتركت في هذا الحدث ولا ما اشتركتش؟ انت جاي تضحك عليا وتقول لي ان انا بعمل تحريات عن شيء بدون اسماء. يسال رئيسه في تحقيقات النيابه العامه ويقرر ان هم جابوا له كشف في المعتقلين وان انا سلمته لاحد الضباط اللي كانوا جايين معايا من القاهره. يسالوا واحد ورا الثاني كل واحد فيهم انا ماليش علاقه بالموضوع. ده انا كان اختصاص عملي ميداني. ده انا كل علاقتي بالموضوع ان انا في الشارع بس بسال الناس وادور على العربيه الفليشيا وادور على مش عارف ايه كل اختصاصهم كده. واي ضابط يتسال في القضيه دي يقول الكلام ده. لا امال مين اللي عايز يتسجلك؟ امال مين اللي حقق مع المتهمين؟ لما بتوع القاهره ما حققوش وبتوع اسكندريه ما حققوش اشباح بقى هي اللي كانت بتحقق وهي اللي كانت بتعذب. هذا القول منه كذب. يريد ان يطرأ به العذاب عن نفسه. راجعوا حضراتكم الاندكس هتلاقوا في صفحه 37 قسم الجريمة الخاصة مقسم إلى عدة أقسام. قسم فحص مسرح الجريمة وله أسماءه وله ضباطه اللي يشتغلوا فيه. قسم تحريات وله أسماءه وله ضباطه اللي يشتغلوا فيه. وقسم التحقيقات له أسماءه وضباطه. إذن في حالة تعرض البلاد لجريمة من الجرائم على قدر جريمة تفجير كنيسة القديسين هستعين بهذه المجموعات. كل واحد من القسم بتاعه زي ما جه محمود عبد العليم من قسم مسرح فحص مسرح العمليات. ما جابوش أسامة كنيسي عشان يفحص مسرح العمليات. ليه؟ لأن محمود عبد العليم في قسم فحص مسرح العمليات. لما يحبوا يعملوا تحريات هيجيبوا الضباط بتوع التحريات اللي اسمائهم ورده. مش هيجيب محمود عبد العليم يعمل له تحريات. ليه؟ لان في قسم مختص بالتحريات. ناس تلقت التدريبات على قدر معين وعلى مستوى معين وبشكل معين ان هو يستطيع ان يصل الى المعلومه من خلال تحريات. يبقى هو ده لما احتاج تحريات اجيبه. ما ينفعش اجيب بتاع التحريات اقول له اعمل لي تحريات. ليه؟ لانه ما يعرفش. ما اتدربش على ده. لما احتاج بقى تحقيقات لازم الجا لمن تم الصرف عليه من قبل الدوله علشان يصل لدرجه معينه من العلم. هذه الدرجه تمكنه من الوصول الى دبيته وقت الحاجه اليه. يبقى لما يبقى عندي قسم خاص للتحقيقات ما يجيش يقول لي بقى لا ده مفيش حاجه اسمها مجموعه تحقيقات مركزيه. ما يجيش يقول لي لا والله ده انا بتاع تحريات مش بتاع الكلام ده. طب بتكذب ليه؟ بتخفي هذا الامر ليه؟ اذا طلوعك في هذا الامر وكذبك يؤكد انك طالع في ارتكاب